عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلب الصف الثالث فني معامل. النهاردة هناخد درس جديد في الفيزياء. باب الضوء أو وحدة الضوء. الضوء. هنتكلم في الضوء عن إيه؟ إيه تفسير الضوء ده؟ كظاهرة طبيعية. وضع ثلاث نظريات لتفسير الضوء. النظرية الأولى إن الضوء عبارة عن وسيمات، واللي عمل النظرية دي العالم نيوتن وسماها النظرية الجسيمية لنيوتن. بتتكلم على إيه النظرية الجسيمية؟ إن الضوء عبارة عن جسيمات بتصدر من المنبع الضوئي، وحجم الجسيم يختلف على حسب لون الضوء. دي النظرية الجسيمية. جه عالم بعد كده اسمه هيجنز قال لا، ده الضوء عباره عن موجات. يعني لو احنا جبنا ماء ساكن مش متحرك وسقطنا فيه جسم صلب وحطينا على سطح الماء قطعه من الفلين، هنلاقي مكان سقوط الجسم الصلب تتحرك قطعه الفلين لاعلى ولا اسفل، محدثه دوامات، محدثه موجات. وهو فسر الضوء بناء على هذا الكلام، وعمل النظرية وسماها النظرية الموجية لهيجنز. ظهرت نظرية ثالثة جمعت ما بين الاثنين، إن الضوء عبارة عن جسيمات وموجات. ده مين؟ ده العالم أينشتاين. عمل نظرية وسماها النظرية الكمية لأينشتاين في تفسير الضوء. جمع على إن الضوء عبارة عن موجات وجسيمات في آن واحد. استشهد بكده ازاي؟ قال احنا لو جبنا قطعة من الحديد وسخناها لدرجة الاحمرار هنلاقيها بتشع نور. طب تفسيره ايه يعني؟ قال لك ان الذرات المكونة لقطعة الحديد بتكتسب طاقة نتيجة التسخين، فتترك مدارها، الالكترونات تترك مدارها وتنتقل لمدار اكبر اكبر، محدثة الضوء. وده تفسير أينشتاين. قال ان الضوء عبارة عن موجات وجسيمات، مستشهد من اللي احنا قلناه. اصبح في كم نظرية لتفسير الضوء؟ ثلاث نظريات. طب تيجي بقى نحط تعريف للضوء بناء على النظريات الثلاثة دول. قال الضوء عبارة عن موجة كهرومغناطيسية بتصدر او من منبع الضوء، بتصدر من المنبع الضوء. طول الموجه الكهرومغناطيسيه يختلف على حسب المصدر، يعني لو كانت لمبه ضعيفه تلاقي الموجه طول الموج بتاعها قليل، لو المصدر كبير تلاقي طول الموج بتاعها كبير. يبقى لما يقول لك ده مصطلح للعباره الاتيه، هي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه ذات تردد معين تختلف الطول الموج لها باختلاف المصدر الضوء. اقول له ده تعريف الضوء. فلما اجي اقول طب سؤال اذكر، يجي لك كده في الامتحان اذكر نظريات تفسير الضوء، اقول له يوجد ثلاث نظريات، اللي هي النظريه الجسيميه لنيوتن، النظريه الموجيه لهيجنز، النظريه الكميه لاينشتاين. وممكن يقول لك ايش واحده من الثلاثه دول، اكون انا جاهز. طب الضوء عباره عن موجه. طب ايه هي الموجه؟ ما المقصود بالموجات؟ هي عباره عن اضطراب او اهتزاز بينتشر في الوسط المحيط. يعني ما ينفعش اللي واقف بره يسمع صوتي هنا، لان هو مش في الوسط بتاعه. يعني مصدر الضوء، مصدر الموجة الضوئية موجودة هنا مش هتأثر بره. يعني لازم الموجة بتأثر في الوسط المحيط. يبقى ما المقصود بالموجة؟ هي عبارة عن اضطراب أو اهتزاز يحدث أو ينتقل في الوسط المحيط بمصدر الضوء. طب الموجة دي كم نوع؟ أنواع الموجات. الموجة نوعين أساسيين، موجة ميكانيكية يعني متحركة،
وموجة قهره مغناطيسية. طب احنا بقى عايزين نحط تعريف للموجات الكهرومغناطيسية. ما المقصود بالموجات الكهرومغناطيسية؟ هي الموجة التي تنشأ نتيجة اهتزازات دورية بتنشأ من شيء له طبيعة كهربية. الموجة هي التي تنشأ نتيجة اهتزازات دورية من مادة لها طبيعة كهربية فتحدث تأثير مغناطيسي. يعني اللمبة دي المنبع الضوء ايه عامل زي المغناطيس، اوصل الكهرباء الموجات تنتشر، افصل الكهرباء زي المغناطيس الموجات ترجع مكانها تاني. طب الموجة الكهرومغناطيسية، اذكر امثلة للموجات الكهرومغناطيسية. في موجة الراديو، في موجة اشعة الضوء المرئي، في موجة اشعة جاما، في موجة اشعة اكس، وفي موجة اشعة الليزر. طب ما تيجي نتكلم شوية عن اشعة الليزر. ما المقصود باشعة الليزر؟ ما هي اشعة الليزر؟ هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية مثل الضوء العادي، ولكنها مترابطة ومتماسكة ولها بريق. نتيجة الترابط والتماسك والتركيز بيبقى الموجة دي لها بريق. يبقى ما المقصود بالموجات بأشعة الليزر؟ هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية مثل الضوء العادي، ولكنها مترابطة ومتماسكة ولها طول موجة معين وتسير في خطوط مستقيمه، واللي بيميزها ان لها بريق لامع. طب اشمعنى ليه احنا علقنا على اشعه الليزر بالذات؟ لان احنا بنستخدمها في مجالنا، في مجال الزراعه. طب ما هي استخدامات اشعه الليزر في مجال الزراعه؟ بستخدمها واحد في تسويه الاراضي الزراعيه ورص الطرق بدقه، بتخلي الطريق مستوى بكل دقة. اتنين، بستخدمها في المسح الطبوغرافي لسطح الأرض. يعني ايه مسح طبوغرافي لسطح الأرض؟ بمجرد أشعة الليزر يمر كده ونوصله بالأجهزة الحديثة بيحدد لي الارتفاعات والانخفاضات في سطح الأرض. يبقى يجي لي سؤال زي ده، يجي سؤال مهم جدا، اذكر استخدامات أشعة الليزر في مجال الزراعة. أقول في رصف الطرق وتسوية الأراضي الزراعية. اتنين، في المسح الطبوغرافي لسطح الأرض. نتكلم شوية عن الخواص العامة للموجات. أي موجة صفاتها إيه؟ خواصها إيه؟ في ثلاث صفات أساسية للموجة. الموجة بتسير في خطوط مستقيمة، يعني الضوء جاي مستقيم عليا كده، ما يجيش جنبي ويلف. لا، هو بيسير في خطوط مستقيمة. بالتجربة العملية ثبت أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. إذن أول خاصية للضوء أنه يسير في خطوط مستقيمة. اتنين، إن بيحدث للضوء انعكاس عندما يقابل سطح عاكس، يرصد بيه المرآة. تلاتة، عندما يمر الضوء خلال الهواء مثلا ويمر بالماء، لاحظ ان الماء ليه كثافه والهواء ليه كثافه ثانيه، اختلاف كثافتين، يحصل للشعاع الضوئي انكسار. يبقى ما هي الخواص العامه للموجات؟ ثلاث خواص عامه للموجات عامه، اي موجه، انها تنعكس من على سطح المرآة، تسير في خطوط مستقيمه، يحدث لها انكسار نتيجه انتقال من وسط لوسط اخر. نتنقل لموضوع انعكاس الضوء. يعني ايه انعكاس الضوء؟ انا لو سلطت ضوء على سطح المرآة هلاقيه يرتد مره اخرى، فبقول انعكس. يبقى الانعكاس يقصد بيه ايه؟ هو ارتداد الضوء بس شرط عندما يقابل سطح عكس. ده مصطلح للعباره الاتيه، هو ارتداد الضوء عندما يقابل سطح عاكس مثل المرآة. اقول له انعكاس الضوء. هو ده بقى هيخليني اتنقل على المرايه. هي المرايه انواع
في نوعين رئيسيين من المرايه. النوع الاول اللي عندنا في البيوت اسمها مرآة مستوية. النوع الثاني مرآة كرية. يعني انا لو جبت كده انواع المرآة اقول مستوية وكرية. كرية يعني ايه؟ جاية من كرة ومقسومة وباخد منها جزء. يبقى المرآة الكرية هي جزء من كرة بس يكون فيها سطح عاكس. طب السطح العاكس ده لو كان من الداخل فاقول في الحاله دي مرآة كرية، السطح العاكس من الداخل من القاع قاع فاقول عنها مقعره. طب لو كان السطح النابع من الخارج اقول عليها ايه؟ من الخارج والعالي محدبه. يبقى انواع المرآة مرآة مستويه واحد، اثنين مرآة كرية، وتنقسم إلى نوعين أساسيين اللي هي مرآة مقعرة ومرآة محددة. نتكلم شوية عن المرآة المستوية. أنا عايز إيه في المرآة المستوية؟ بالتجربة كده عايزين نشوف حكاية انعكاس الضوء من على أسطح المرآة المستوية. عندي مرآة مستوية. السطح اللامع الأعلى يبقى المعتم بنشرطه شبه كده، ده دليل على إن هنا الجزء المعتم والجزء اللامع من اعلى يبقى ده مرآة مستوية. هو ده السطح العاكس اللي هينعكس من عليه الضوء. اسقط شعاع ضوء ساقط. الشعاع ضوء الساقط ده اول ما يقابل السطح العاكس هيعمل له ايه؟ هيحصل له انعكاس يمتد من على سطح المرآة. يبقى ده شعاع ضوئي ساقط وهنا شعاع ضوئي منعكس. انا لو اقطع عمود في النص كده ده عمود مقار زي ما خدنا في الصوت بس هنا بقى في الضوء الزاويه المحصوره ما بين يلا الشعاع الضوء الساقط والعمود المقام هسميها ايه؟ زاوية السقوط للضوء. ده مصطلح للعبارة الآتية، هي الزاوية المحصورة بين شعاع الضوء الساقط والعمود المقام، زاوية السقوط. طب الزاوية الثانية المقابلة لها اللي يملك الشعاع المنعكس يبقى اسميها زاوية الانعكاس. طيب يجي لي في الامتحان السؤال ده يقول لي ايه؟ ما الفرق بين زاوية السقوط وزاوية الانعكاس؟ يعني عايز نعرفه زاوية السقوط وعايز نعرفه زاوية الانعكاس. كان في قانونين، القانون الأول والقانون الثاني للصوت. في برضه قانونين للانعكاس دي اتكررت في الصوت. خدناها في الضوء. في قانونين، القانون الأول للصوت بيقول إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. اذكر نص القانون الأول للصوت بيجي هو إن زاوية السقوط دايما بتساوي زاوية الانعكاس. القانون الثاني، القانون الثاني في النقطة دي على السطح العاكس لو انا مش حافظ اكتب اللي انا فاهمه. الاقي ايه بقى في النقطه دي؟ ان الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام يقع في نقطه على السطح العاكس، كلهم بيتجمعوا على السطح العاكس. يبقى لما يجي يقول لي ما الفرق بين القانون الاول والقانون الثاني لانعكاس الضوء؟ اقول نص القانون الاول ونص القانون الثاني. وفي الغالب بيقول لك اذكر نص القانون الاول، طب اذكر نص القانون الثاني، بس انا عايزك تركز هو طالب القانون الاول لمين؟ لانعكاس الضوء ولا لانعكاس الصوت؟ عشان انعكاس الضوء ان زاويه سقوط في الضوء بتساوي زاويه الانعكاس في الضوء. طب نشوف
حكايه الانعكاس في المراه الكريه. نشوف المراه الكريه المقعره. المقعره هنعمل رسم تخطيطي صغير كده وبالراحه مع بعضينا. انا قلت مقعره ان القاع هو اللي يمنع. يبقى اكيد المعتم بشرته بالشكل ده كده، ده دليل على ان ده سطح معتم للضوء، يعني مش بينعكس من عليه الضوء. في القاع، افتكر بس كلمه في القاع، الجزء الغويط. يبقى لما اقول عرف المراه المقعره، اقول ايه؟ هي عباره عن جزء منقره. جزء منقره. ويكون السطح اللامع من الداخل الكره. من الداخل. طب لو قلت المراه المحدبه. المحدبه الجزء اللامع من اعلى، يبقى المعتم القاع هو اللي معتم. يعني لما اقول لك عرف المراه المحدبه، هي جزء من كره لامعه والسطح اللامع من الخارج، من خارج الكره. هنا من داخل الكره، هنا من خارج الكره اللامع. طب زي ما شفنا انعكاس الضوء من على اسطح المرايه المستويه، عايزين نشوف برضه على سطح المراه المحدبه والمقعره. بس قبل ما اتكلم على اسطح المرايه المحدبه والمقعره، في بعض التعريفات اللي لازم مع بعضينا كده، يا ريت ورقه وقلم وتكتبوها. في نقطه في منتصف المرايه، في نص المرايه بالظبط، حطت عليها مصطلح، حطت عليها مصطلح قطب المرايه. على فكره التعريفات البسيطه دي بتيجي كتير. ده مصطلح من العباره الاتيه، هي نقطه في متوسط المرآه. اي مرآه اقول عليها ايه؟ قطب المرآه. انا حاجه ده المركز بتاع الدوران، يعني انا حطيت هنا سن السن كده ولقيت ان المركز اللي هو النص ده. لو خدت مستقيم واصل بين المركز وقطب المرآه يبقى ده القطب. اقول عليه ايه؟ المحور الاصلي للمرآه. يبقى عندي مصطلحين لحد دلوقتي اتحفظ، ومش هتعرف تحفظها لما تفهمها. نقول تاني، قطب المرآه هي نقطه في منتصف سطح المرآه. مركز تقور المرآه، مركز تقور المرآه هو عبارة عن مركز الكرة التي تكون المرآة جزء منه، مش أصل الجزء. المرآة كانت الكرة ولها مركز، أهو المركز ده هو هسميه مركز تقور. أصبح مركز التقور هو إيه؟ هو نقطة في منتصف إيه؟ المرآة، في المركز، في منتصف المرآة اللي هي كانت جزء منها، في نص الكرة. طب وده المستقيم الواصل بين المركز وقطب المرآة، ده هسميه المحور الأصلي للمرآة. طب لو أنا قلت لك عرف المحور الأصلي للمرآة، تقول لي هو المستقيم الواصل بين مركز تقور المرآة وقطب المرآة. طب ما ممكن أنا آخد مستقيم كده، يعني على أي نقطة من سطح المرآة، على أي نقطة من سطح المرآة مش هسميه محور هنا أصلي. هسميه محور ثانوي. اوعى تلخبط. المستقيم الواصل بين مركز التقور واي نقطه على سطح المرآه، فانت تقول المحور الثانوي للمرآه. المستقيم الواصل بين مركز التقور وقطب المرآه، المحور الاصلي للمرآه. يبقى هنا المحور الثانوي للمرآه. دي التعريفات اللي احنا قلنا يا ريت نحفظها، ومش هتعرف تحفظها لما تفهم. نيجي نفس القصه هنا، اللي احنا اتكلمناه عن المرآة المقعرة هو اللي هيحصل في المرآة المحددة. طيب انا عايز اشوف بقى ظاهرة الانعكاس على المرآة المقعرة وعلى المرآة المحددة زي ما عملناها على المرآة.
نجيب شعاع ساقط، نشيل المحور الاصلي ده بس مؤقتا كده والمحور الثانوي. الشعاع الساقط طالما بيمر بالمركز مع القطب، طالما بيمر بالمركز مع القطب اهو يرتد على نفسه. هاخد شعاع موازي ليه بالشكل ده اهو، هيجي هنا ويرتد كده ينعكس. هاخد نفس المسافه دهية موازي للمحور الاصلي نفس المسافه، وهعمل شعاع ساقط هلاقيه برضه يرتد، والاثنين يتجمعوا في نقطه. يعني تقصد تقول نقطه تجمع انعكاس الاشعه اطلقوا عليها مصطلح بؤر في المجال. يبقى التعريف الخامس بؤرة المجال. البؤرة هنا قدام السطح اللامع، قدام المراية ولا خلفها؟ قدامها. قدامها يعني شايف البؤرة، يعني ممكن استقبلها على حائل. احرك الحائل يمين وشمال من الامام للخلف لحد ما تتجمع انعكاسات الاشعة في نقطة. هي دي البؤرة. طيب لو انا بصيت للمنظر ده هلاحظ ان البؤره في المنتصف، منتصف مين؟ المحور الاصلي. يعني في علاقه بين مركز التقاوم والقطب والبؤره، يعني في علاقه بين نص القطب او المحور الاصلي ده والبؤره. في علاقه ان البؤره في المنتصف. ده سؤال بيجي في الامتحان. وضح العلاقه بين، وضح العلاقه بين البعد البؤري ونصف قطر تطور المراه. اقول له وضح العلاقه، سؤال مهم جدا. وضح العلاقه بين البعد البؤري. طب يعني ايه البعد البؤري؟ مصطلح سادس. البعد البؤري. البعد البؤري هو المسافه او البعد ما بين، ما بين مين؟ البؤرة وقطب المرآة. تلاحظ ان البعد البؤري اللي هو المسافة ده نص تطور المرآة، نص المحور الاصلي للمرآة. يبقى السؤال ده بيجي في الامتحان، وضح العلاقة بين البعد البؤري ونص تطور المرآة. نجد ان نص قطر تطور المرآة بيساوي ضعف البعد البؤري. نص القطر ضعف البعد البؤري، أو نص البعد البؤري بيساوي نص القطر. وبكده ننهي حلقة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.